هذا يسأل عن حديث اللي يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. قلنا هذا أجبنا عليه في درس سابق، وقلنا هذا في إنسان أعلن إسلامه ومات في الحال ولم يتمكن من العمل، دخل بالإسلام وقتل، أو أخذته المنية ولم يتمكن من العمل، هذا معذور، هذا معذور وإسلامه صحيح. أما إنسان يسلم ويترك العمل مختارا طول حياته ما يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل شيء، هذا ليس بمسلم ولا يخرج من النار هذا.